أو حين قرر الفنان أمير يزبك ممارسة هواية الصيد واستعراض مئات الطرائد فوق صندوق سيارته، هل كان ليتصور أن تكون وزارة البيئة له بالمرصاد وتدعي عليه متهمة إياه بمخالفة قانون الصيد؟ أنا محوص بتخيل يعني بين 350 إلى 400 صنجة ومطوى وبعدهم عم يقوصوا. الدعوة قُبلت بسخرية اللبنانيين من وزارة البيئة نفسها التي تهمل الكثير من الملفات وفي مقدمها ملف النفايات. كانوا جايين 10,000 صياد على المطار لأنه أنا الصياد مش موقف لا مغتصب ولا قاتل ولا شيء. لكن هذا لم يمنع ناشطون آخرون من اتهام يزبك بارتكاب مجزرة بحق الحيوانات. شرف لألي أني أتوقف بسبب أني أنا مصيد وعارض مستعرض العصافير على غطى السيارة. وبعد اصطياده للمواهب من الشارع في برنامج صوتك شغلي، هل يدخل أمير يزبك السجن على خلفية صيدك شغلي؟ وغدا يوم آخر تهديد كمان وغدا كمان لقوني. أمير يزبك ضيفنا الليلة ومدعى عليه بجرم أنه خرق قانون الصيد، وكمان معه أستاذ توني عفيش صاحب متجر لبيع أدوات الصيد. تصور الدعوة لازم يكون عليك مش عليك. أنا حاضر. وخلينا ناخد كمان عبر الهاتف، رح يكون معنا لارا سماحة وهي رئيسة دائرة الأنظمة الإيكولوجية بوزارة البيئة. خلينا انت معك أمير من الآخر، يعني معك رخصة صيد؟ يسعد مساكي، أهلا فيك. أول شيء ليكون في قانون للصيد، ليكون معنا رخصة. في قانون؟ ما بعرف، يمكن الأستاذ توني. شغلة رئيسية رخصة بالقانون. عفوا، أكيد معي رخصة، وأكيد رخصة بتجي من المحافظة، مش لرخصة الأسلحة ولا شيء، هي رخصة الصيد. بس أنا بالبداية بدي مسي، أنا أول شيء جاي على برنامجك. أول شيء نحن زملاء بمحطة بنحترمها وبنحبها. وصايد يعني بلشت الوصايد؟ لا لا لا، ما في وصايد، أنت معك ما في وصايد. هو ثانيا لمسي كل الصياده وقال لهم يسعد مساكم، الموسم بعده باوله. قلت له من 350 وطلوع. بس انا بدي اخبرك شغله، 350 تقريبا شيء 400 اذا مش كذاب، بس نحن كنا شيء 4 5 تقريبا. وبتعرفي في زي بيبقى تزريك بهيدي الهوايه لبعض، بقى نزلتها. بس انا اللي بدي اوضح شغله حتى يكون مرتاحين وزاره البيئه ويكون مرتاح القضاء، لأنه كلنا تحت سقف القضاء، إنه أنا مش متصيدهم للأسف بالأراضي اللبنانية. ويا للأسف إنه عم نضطر، للأسف مش متصيدهم بالأراضي اللبنانية، للأسف إنه 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 الخبرية طلعت أنا عم بيخلونا نطلع نتصيد خارج المناطق اللبنانية للأسف، يعني عم نروح على البلاد المجاورة. أنا كنت موجود بمنطقة حمص وتصيدتهم بحمص، يعني كان من واجبات وزير البيئة أو عفوا وزارة البيئة بحمص أو بسوريا تدعي علي. ثانيا انه انا استغلت، يعني هلا الوضع انه هناك في اولويات ثانيه ورحت ولا هناك؟ لا، في مقوس عفوا، كل الصيادي بيعرفوا انه في منطقه اسمها القاع، نحن بنقطر جمرك اللبناني وبنتصيد بمنطقه داخل المشاريع القاع، يعني اول حمص وهي تحت نطاق الدوله السوريه. بس انت ليه ما وضحت هذا الشيء من الاول؟ يعني انت فتت هلا حتى بالريبورتاج فت يعني بنخب طلع بالي اتمثل فيكي، انه انتوا اعملوا شغلتكم. وقال لك شغلي للقاضي بالعدليه، رح وصل هالقضيه وخبر كل الصحافة عيونك شو عملوا فيي. يعني جاي لأتغزل فيك أنا ومسي؟ لا، عنا كتير أشياء أهم من الغزل، فينا نتغزل برات الهواء. بس السؤال إنه أنت قلت منطقة القاع، ومنطقة القاع لبنانية، يعني في مشاريع معينة متداخلة. أستاذ توني يمكن بالجغرافيا أنت أدرى بهذا الموضوع، نحن كنا في إليك وأنا متأكد إنه نحن قلطنا الجمرك اللبناني ورحنا تقريبا سقنا شي ربع ساعة، ونحن كنا بأول مناطق السورية بمنطقة حمص، أو يعني داخل منطقة حمص. إيه، بس أنت قلت شغلة أمير، فتت قلت شغلة، هلا ما بعرف وزير البيئة عم يشتغل ولا ما عم يشتغل، كلنا عنا إجماع هالنقطة، مواقفنا معينة، بس هذا ما بيمنع إنه أنا ما فيني أنزل برشاش على الطريق ورش 20 بسينة وأقول إنه وين الدولة تشيل النفايات. طيب إذا طير بحل معين ما بعرف. إذا طير، أول شيء نحن كنا مجموعة كبيرة من الصيادين. وإذا الطير عابر، الطير العابر هو معروف مسموح صيده. أستاذ توني أنت كمان معلمنا على الموضوع، نحن بنمر لعندك بنقول لك صباح الخير وبنكمل على الصيد، وكل أغلب الصيادة بيعرفوا. أنا عم بعمل مقابلة معك، أنت عم تعمل مقابلة. ما أنا لقلك شغلة، قلت لك جاي أنا أنا موضوعي، أنا مش جاي دافع عن نفسي. إيه، أكثر ما إني جاي
مسك كل تضامنوا معي، وضح هالكلمة. أنا كنت بداخل الأراضي السورية عم بتصيد داخل الأراضي السورية، وأنا طالع بكرة على الصيد، رايح من استديو من هون وطالع على الصيد. لحتى مش أنا بس، عفوا الكاميرامانية اللي عندي كلهم بالرجيم على المخرج كلكم، لكن نعملهم حلقة كلهم. إذا بتشوفي أنا لما فت على المبنى اللي عندي بتشوفي كيف كلهم بيحبوا هيدي الرياضة. ايه هذا ما له علاقة اصلا، منه ممنوعة، هي منظمة. انا يعملوا نظام، يعملوا نظام لالتزم. نعم. يعملوا نظام. في نظام من سنة 2004 واقف محطوط بالجرور هيدا الملف. وبتمنى هلا بالنسبة لمين بده يتصل من وزارة البيئة مش يكون مني الرد، يكون الرد من استاذ طوني عفيش، لانه انا بحترم وزارة البيئة وبحترم اي وزارة بلبنان وكلنا تحت سقف القانون. طيب قبل ما انتقل لست لارا اللي على الخط، يعني كمان في اشياء انت قلتها هون ملفتر النظر، يعني قلت اول شيء عملية تزريق بين بعضنا، وكمان قلت انا ما عم بقوس هون، عم بقوس بسوريا، ذكرتني ببعض الاشخاص اللي بيقولوا الانفجار مش هون، محل ثاني يعني. طب ما كمان نفس الشيء الطير هو ذاته يعني، ولا هون لانه جايين، ما هو من داعش، هو من جماعه داعش، انا عم اقوس عليهم بهيك امور حبيبتي. هذا موضوع يعني جد وله علاقه انا اشتكوا علي وزاره البيئه، وزاره البيئه اللبنانيه. هذا الطير اللي صيدناه، كنا مجموعه من الصيادين ونحن كنا مجموعه. سوريا مسموح تقوصه، بلبنان ما مسموح تقوصه، يعني بيحترم الطير واحد. طيب عفوا يعني عم بتحطيني بقفص، عم بتحطيني بقفص اتهام هلا، حطيلي انا عصب، مش هعصب لانه بدي اطلع على الصيد مبسوط اليوم، طالع على الصيد انا. ولكن برجع بكرر وبقول الوزارات المعنيه خاصه وزاره البيئه يعملوا قانون للصيد لكلنا نكون تحت سقف القانون. انا كنت بعدني جاي من امريكا، جاي انا امبارح من الولايات المتحده، وفي عندي صور انه بحق لي اتصيد 5 بطات، اتصيدت 4 بطات، بحق لي اتصيد سمكه 10 انش، بنتصيدها 8 انش، ونحن ببلاد الاغتراب، ببلاد الحريه اللي اسمها الولايات المتحده، هن بيعتبروا حالهم نحن من عالم البلاد الثالث. لا، نحن بنلتزم بالقانون، وانا مستعد التزم لما وزاره البيئه بتعمل نظام للصيادة وكلنا تحت سقف القانون. طيب على كل حال أنا في كتير تناقض من حكيك، بس أنا ما بدي أقول لما تقلي عم تهاجميني، يعني قلت بسوريا، رجعت قلت خلي وزارة البيئة تأيد، رجعت قلت القاعدة، لأنه هي بتشكي علي، مين بتشكي علي؟ يعني في أشياء كتير متداخلة أمير، منا كتير واضحة بإجابتك. خليني لارا تقلي. أوكي. مساء الخير ست لارا. مساء الخير ست لارا سماحة، رئيسة دائرة الأنظمة الإيكولوجية بوزارة البيئة معنا على الخط. مساء الخير. مساء الخير ست لارا. في حكي هون ما بعرف اذا سمعتيه اللي عم بيقوله امير، انه كان عم بيقول قبل انه خليكم تشتغلوا كوزاره بيئه قبل ما تحاسبوه، وانه هو عم بيقوس مش بلبنان وهون، وانه يصير في قانون، اشياء مجموعه اشياء يعني ما بعرف اذا متناقضه او لا. وفي مواد معينه بتحكي كمان عندكم على استعراض الصيد اذا مسموح لهالدرجه على السيارات او لا. قولي لي شو وجهه نظر الوزاره بهالموضوع؟ نعم تفضلي عم نسمعك. اول شيء بحب رحب فيك ست ريما وبضيوفك، وسمعت انا شو قال الاستاذ امير يزبك، بس انا بحب اوضح انه في قانون للصيد صادر سنه 2004، بس مثل ما بتعرفي كل قانون بده مراسيم تطبيقيه وقرارات تطبيقيه تقدر يتطبق على الارض. سو نحن من وقتها كنا عم نشتغل لنحط هالقرارات والمراسيم. القانون انشا مجلس اعلى للصيد البري، في ممثلين من كل الوزارات المعنيه، ممثلين من قطاعات الصيد، من الجمعيات البيئية. كنا دائما هالمجلس عم يجتمع برئاسة معالي وزير البيئة، وأصدرنا القرارات التطبيقية لهالقانون. نعم. صدروا سنة 2012. لنقدر نسمح نحن بفتح موسم الصيد اللي هو بيصدر بقرار من معالي وزير البيئة، وإذا ما صدر هالقرار بيكون الصيد ممنوع. لنقدر نفتح الموسم بدهم يستحصلوا الصيادين على رخصة صيد من وزارة البيئة، ولا يقدروا يحصلوا عليها في امتحان للصيد بده يصير بنوادي للصيد. طيب لارا خليني أقول، أمير عم بيقول إنه عنده رخصة، ننظم كيف يصير اختيار هالنوادي، خليني أحدد السؤال، كيف يتمرنوا يعملوا امتحانات الصيد. أوكي لارا، عندي سؤال محدد لما نفوت بتفاصيل القانون، لأنه هو عم بيقول إنه عنده رخصة، بدي فوت بسؤال بلش فيه هو الحلقة، أو بلش فيه حتى إذا بدك الهجوم المضاد، يعني هو قال الكلمة اللي بتنقال باللبنان شو وقفت علي، إنه كأن أنتوا يعني طنشتوا عن كتير ناس عم بيحطوا كمان صورهم وتحططوا عليه، هذا الحكي كيف فينا نرد عليه؟ لا ست ريما، مش أول واحد وزارة البيئة بتدعي عليه. نحن بالوزارة كل ما كان عم يجينا صور لأشخاص عارضة طيور متصيدتها بكمية كبيرة، صور او فيديوهات عم نعتبرهم مثل اخبار، وعم ندعي عند المدعي العام البيئي. يعني صار في عده اشخاص مدعيين عليهم من شي 3 سنين لهلا.
مش اول مره بتصير، كل ما يكون عندنا اشخاص معينه عم نشوف هالصور هالفيديو عم بتدعي. طب شو العقوبه اللي ناطرته هلا؟ بقانون الصيد محطوط العقوبات، في غرامات وفي سجن، بس انا بحب اقول لك ليه الادعاء؟ الادعاء لان ما في موسم صيد رسمي، منه مفتوح الموسم، ولانه عم بيصير صيد مش ما انه حاصل، المخالفين مش حاصلين على رخصه صيد. نعم، طيب بدي يرد عليك حدا من الموجودين بس دفاعا عن النفس، يعني استاذ توني هون اجى معه لامير ليكون بصوره بالقانون اكثر، شو ردك على هذا الكلام؟ أول شيء يسعد مساكي، يسعد مسا ست لارا. يعني إذا منعطي نبذة صغيرة عن الصيد، أيمتى نشأته؟ الصيد عاش مرحلتين، من أول ما نشأ لليوم، من سنة 1954 عصر الرئيس الكميس شمعون الصياد الأكبر، وهي كانت الفترة الذهبية للصيد من 1954 ل 1994، يعني ما يقارب 40 عام، إلى أن في ليلة ظلماء اتخذ قرار جائر جدا هو منع الصيد بدون أي وجه حق، ولحتى اليوم ما لقينا أي تفسير عملي لهالقرار. بس أستاذ توني مش هذا موضوعنا، لأنه تفيدنا الوقت من حضورك. اسمحي لي كتبت الفكرة ورح تتوضح لي كل الصورة بإيجاز جديد. من 1994 أملنا خيرا أنه هذا القانون بده يصدر خلال 3 سنوات. أنا اللي بريد أعرفه بس أنه خلال 21 سنة ما قدرنا نصدر قانون للصيد يجيز استمرارية الهواية. عم بتقول لك في من 2004 هذا شيء بتجدد في قانون، في صدر قانون، صدر قانون السماح بالصيد، والصيد مفروض يكون هلا مطبق بكل معنى الكلمة، ولكن تلكؤ وزراء البيئة المتعاقبين ولا واحد أخذ القرار وأصدر المراسيم التطبيقية، وأصدر المراسيم التطبيقية اللي هي مدة نهار. طب بس بالنسبه لموضوعنا تحديدا، ما انا بدي وصلك لموضوعنا. نعم. هو مفروض اليوم يكون في قانون للصيد، من يخالف القانون؟ اللي مش عم يطبق المراسيم التطبيقيه، اللي مش عم يصدر المراسيم التطبيقيه، هو اللي عم يخالف القانون. هذا الشيء بيفلت فيه الموضوع، ما بيفلت، هذا رب ضاره نافعه. يمكن اليوم لقائنا هون لحتى نفتح الباب هذا مجددا، رغم انه يعني اذا عم ندعي انه في مخالفه، انا بدي 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 حمله مسؤوليه لامير، لانه تباطأ كثيرا في اثاره هذا الملف، لانه هو صياد لازم يدافع عن حقه من عشرات السنين. ست لارا، شو رايك بهذا الشيء انه التقاعس مبلش من ميله الدوله؟ بعد معنا ست لارا، اسمعي من التليفون مش من التلفزيون. الو، نعم اي، عم بيقول استاذ توني انه في هناك ليله ظلماء منعوا الصيد، ومن وقتها ما في قرار واضح انه يكون في يعني يقبلوا بموضوع الصيد اللي هو هوايه راقيه ويجب انه تكون موجوده. يعني مشكله عندكم مثل ما هو عم بيقول في تمييع. انا بحب اوضح للكل وللمشاهدين كمان انه القرارات التنظيميه، القانون صدر بال 2004، القرارات التنظيميه كلهم صدروا بال 2012، صدروا كل سنوات. القرارات وصدر مسؤول لاستيراف الصيد. ليه ما عم نفتح الموسم؟ ليه؟ سوري ما عم بقى. لانه بعد في امور لوجستيه بدها تتحضر ليلموا زباله بيفتحوا الموسم. الامور اللوجستيه هي بس توضح هالشيء لنقدر نعطي رخصه من وزاره البيئه. سوري ما عم بسمع مدخلات، تفضلي. لنقدر نعطي الرخصه من وزاره البيئه بدها تكون مرتكزه على ثلاث اشياء اساسيه. اول شيء امتحان الصيد اللي بدها تعمله نوادي خاصه، هيدا الشيء عم يتحضر، صاروا تقريبا مستعدين من هلا لشهر فيهم يبلشوا، لانه كان عم ينعمل منهج هالامتحان، الاسئله والاجوبه كيف. طب وبهالوقت على اي خلفيه دعيتوا لكان عليه لامير؟ لارا، طالما قلتي هذا الشيء عم يتجهز اللي هو تنظيم اضافي، شو السبب اللي دعيتوا عليه فيه؟ جسمي لبيس. التنظيم بعده مش جاهز. ما عم بسمع. جسمي لبيس انا. عم بقول انه عم بقولي حضرتك انه في امور تنظيميه هلا في اطار التحضير، بس شو خلفيه الادعاء عليه لكان؟ الادعاء عليه انه طالما ما صدر قرار بفتح موسم الصيد من وزير البيئه، الصيد ممنوع. يا ستنا عندي ارشيف بخوف، يا ستنا اذا بتريدي اسمعيني شوي، اذا بتريدي اتصالك عزيز على قلبنا ومنحب هالاتصال، بس عندي ارشيف بخوف. انا زلمه وفي لكل زملائي، في ارشيف اذا بتفتحي الفيسبوك وبتشوفي مين وكيف وليش مستعرضين الطيور غيري. مين يعني؟ ما فيني احكي. طيب
انا كلهم انا كل صياد بحترمه، انا ماني خائن وبرجع بقول مستعد فوت على السجن اوكي كرامه كل صياد بلبنان، لانه ينظموا لنا الصيد حتى تتوضح الامور، وما عم فوت باشياء شائكة. انا محضر لكم، كنت اسئله كثيره بس انا بدي ضلني بموضوع الصيد، لانه نتمنى وزاره البيئه تظبط امورها مثل في ما في كثير وزارات بلبنان تظبط امورها. رح ترجع تصيد هلا يعني؟ نتمنى يعملوا قانون للصيد حتى كلنا نلتزم، كل ما في قانون كل يوم بيطلع الصيد وكل يوم بفوت على الحبس. لارا لا مش تحدي يا لا لارا، هيدا الحكي برسم مين هلا؟ ما انا عم جرب اوضح، ما عم الفكره. انت عم تحكي مع 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 200,000 صياد هلا، مش عم تحكي مع امير يزبك. حضرتك عم بتوجهي، انسي امير يزبك، انسي برنامج للنشر اذا بتريد، انسي كل شيء. لما تكوني بالوزاره لما بتخاطبي 200,000 صياد اذا بتريدي، وانا مستعد اتحمل اي موضوع، صدقيني مش تحدي وصدقا مش تحدي، ولكن خلونا نتنفس يا جماعه. مع ان الا هلا في انفجارات بالبلد، في زباله بالبلد، مع ان الا هالمنفس. حضرتك هلا حضرتك موظفه عم تتصلي، في ناس يمكن معنيين بالامر اكثر واكبر واكبر، اتمنى يلاقوا حل هالموضوع. مع ان الا هالمخرج الوحيد نقدر نتنفس فيه، عم ناخذ عيالنا عم نطلع نعمل بيكنيك فوق، عم ناخذ اولادنا من خوف الانفجارات. كيف اكبر يعني اكبر واكبر؟ ما شخص في ناس شغل. انا ما بقى في ناس معنيين، في ناس معنيين بيصدر منها قرارات. اتمنى تعالج هذا الموضوع، خاصه بموضوع هيدي الرياضه الشريفه وللشرفاء. طيب لارا انا بشكر اتصالك معنا وبشكر طريقتك يعني اللي قلتي المحترمه اللي حكيتي فيها. انا بس بوضح فكره، تفضلي. لانه حضرته عم يطلب تنظيمه وانا عم اقول له عم تتنظم. ثانك يو. بس توصل هالفكره باسمي واسم كل الصياده. ثانك يو. بس لحظه، بس اقول تنظيمه كيف رح يكون؟ بس لحظه، بدي شغلتين. اذا عم تقولي تنظيمه كيف رح يكون؟ من هلا لتتنظم بده يطلع كل يوم على الصيد، شو بدك تقولي له؟ هلا ممنوع الصيد. اوكي. هلا ممنوع الصيد. ركبي حاجز بشطوره اذا بتريدي، القوى الامنيه كلها اذا بتريدي، القوى الامنيه وكل القوات المسلحه اللي عم تسهر بالليالي للدفاع عن اهلنا، عم نطلع لفوق عم يتضامنوا معنا وعم نشوفهم وعم نشوف ونسلم عليهم. هول العسكر اللي على حدود ببلدنا المنسيين من كل العالم، عم نطلع نزورهم فوق للعسكر على كل الحدود اللبنانيه. غير الصيد، غير موضوع الصيد، من ضباط ورتبه وافراد، عالم عم يحترق دينا على الحدود بالبرد، عم نطلع عم نواسيهم فوق. هاي كمان مواساة لكل وللشهداء كمان، عم يشموا ريحتنا فوق المخطوفين. نحن عم نوصل بعيد عن 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 المخطوفين يمكن كيلومتر او مش اكثر. معلش اذا بتريدوا هول كلهم عم تعملوا لانه عم تصيد. مش انا عم تصيد، لانه هيدي هي خليها تكفي جملتها الست لارا. تفضلي يا ست لارا. ممنوع الصيد، ممنوع الصيد. امير جمع كل المهمات الوطنيه. واجباتك عم تعمليها بإدارة موضوع الصيد، واجباتك عم تعملها على حكيه كمان. ما ترد على حكيه شكلك كثير، ما بعرف كبر الموضوع كثير للاطار الوطني، ما بعرف قد ايه. لارا بدك تقولي شيء بعد؟ نعم انا بس بدي اقول. تفضلي سريعا لو سمحتي. نعم انا بس بدي اقول انه شوي بغربرات الموضوع. نعم. انا اللي بدي اقوله لوصل لاستفيد من بروجرامكم، لوصل لكل الصيادين انه لما بده يتنظم هالموضوع بده ينسمح بموسم معين بيكون من 15 ايلول لاخر كانون الثاني بموجب قرار من وزير البيئه. نعم. وبيتحدد فيه الطيور اللي المفروض هي بس مسموحه للصيد، هي طرائق الطيور مع اعدادها. نعم. ولحظة خليني بس كفي الموضوع. عم بسمعك. رح يطلع ومفروض يستحصوا على رخصة من وزارة البيئة مستندة مثل ما قلت على هالشهادة بنجاح امتحان الصيد، مستندة كمان على أسيرانس بوليس التأمين خاصة بالصيد طلع مرسومة السنة الماضية بسنة 2014 بناء على اقتراح من وزير البيئة ووزير الاقتصاد، تم التعاون مع الوزارتين سوا صدر المرسوم، وبناء كمان على رخص قانونية بحمل أسلحة الصيد صادرة عن وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية. لما يكون هول كل هول بيتنظموا ساعتها نحن أكيد فينا نفتح الموسم ونقدر ننظم هالهواية. شكرا يا لارا، نحن ما كنا عم نقاطعك أصلا، يمكن كان في مشكلة بالصوت يعني. شكرا على مداخلتك ووقتك معنا. وقتنا انتهى، بتامل بس انه امير ما يجمع الامور الوطنيه مع الامور اللي لها علاقه بالهويه. ليش بده يجمع كل واحد حر برايه. انا حر برايي، انا عفوا بدي اخبرك شغله، كل الصياده اللي عم تطلع عم معروفه على وين اللوكيشن.